الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء مستدرًا فيض البركات على ما أنا له وأولى وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتطيا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرور الكريمة وأستمنه الله تعالى رضوانا يخص الإطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغوايات في خطاة الخطاء وخطاة وأنشر من قصة المولد النبوي بروق
نادما من النسب الشريف قد تحل المسامع بحلا واستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم وبارك عليه قدر اللهم قبره الكريم بأرف شديد من صلاة وتسليم